ده كده ما فيش شباب هيعيش حياته، العشرينات مواصفاتها هتختلف. طيب منصح انا وصلت تقريبا ان كل تقريبا نص الناس كانوا كده مؤيدين ونص ونص كده. برضو، ودي حاجه لطيفه. انا اللي انا حابب ان انا الفت نظر ليه، انه او ممكن اضيفه لمعنى البوست ده علشان يتزن بالنسبه لي، هي فكره ايه؟ الوعي. ليه انا ليه بشتغل 16 ساعه؟ لو انا بشتغل علشان خايف او عشان الكرباج او علشان الفلوس، ثق تماما ان هيحصل لك ما يعرف بالاحتراق الوظيفي، يعني بعد فتره ده علميا ما تقدرش انك انت تشتغل 16 ساعه صح اول ذا تايم، لازم صح هيجي لك بعد ثالث او رابع يوم هيحصل لك فيلير، هتقع هتقع طبعا. وهترقد لك يومين ثلاثه، فانت لما تيجي تحسب الاوفر اول هتلاقي ان هم طلعوا بقى 8 ساعات، لما عوضوا تيجي انت بعض. عوضوا بعض، فهو نظريا وعلميا غلط. مستحيل. اللي ممكن يشتغل 16 ساعه في بعض الاحيان لو حصل حاجه اسمها المينينج، اللي هي الويل اوف مينينج. في كتاب مشهور جدا اسمه مان سيرش فور مينينج، انه ازاي لما الانسان بيبقى عنده معنى ورا الفعل اللي هو بيعمله ده، ده بيبقى كانه بيهون شاحن او عليه. بطاريه. عارف حضرتك لما تشتغلي مثلا في حاجه انت بتحبيها قوي بس قوي قوي، انا هشتغلها وتلاقي الاسبوع نفسك ده بتشتغلي علشان 20 ساعه، كده يا خبر ابيض، وهريح. ده انا ايه، ده انا ليه الوقت سرقني؟ مش عارفه هخلي الحكايه دي؟ كده. فدي بتحصل امتى؟ بتحصل في باشن، في طاقه ايوه. عاطفيه ربطاني بالشغل، في معنى وراه، وفي تارجت. فبنسى خالص الفيزيكال. صح. اللي بيحصل او اللي بيقولوا البوست ان هو محولني لآلة او لمكنه لازم اشتغل 16 ساعه وانتج، ومعتبر ان انا مجرد كتله عضليه، مانيش خالص ليا عواطف وليا افكار اخرى حلوة وليا قوي حياه اخرى النقطة دي. وهكذا.